هو الطموح صداقة فكر ومعرفة، هو الإنجاز علاقة تخطيط وثقة، هو الأهداف رؤية عظمة واعتلاء، هو التحديات رحابة صدر ومساحة أفضل لهدف جديد وإنجاز آخر وطموح لا حدود له. فهو واثق بأن المعرفة توحد الأقطاب، وهو مؤمن أن الأوطان لا تستدام إلا بالإيمان والمحبة، بالعلم والوعي واحترام الإنسان. مدير مؤسسة سبولر وورلد وايد ومؤسسها الأستاذ الدكتور مراد عبد الله المنبر لك. For his esteemed personnel, today marks a new goal, another achievement and limitless ambition. He has always been confident that knowledge unites people, that nation sustainability can only be achieved by faith and love, by knowledge and awareness, and reviving respect for mankind. Director and founder of Scholar Worldwide Foundation, Professor Dr. Murad Abdallah, the floor is yours. السيدات والسادة الباحثين والضيوف الكرام، الدكتورة ناتاليا ممثلة جامعة تشيتشين في بولندا المحترمة، أسعدتم صباحا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد بنا اللقاء مرة أخرى في المؤتمر الدولي الثامن للبحوث العلمية والاجتماعية الذي يقام في مدينة اسطنبول، إذ ذهبت مؤسسة سكولر على مدار 5 سنوات متواصلة على خلق بيئة علمية أكاديمية تجمع فيها العلماء والباحثين من مختلف دول العالم تحت مظلة جامعات رصينة ومرموقة لها مكانتها العلمية في العالم. فكانت رحلتنا مليئة بالعديد من التحديات والعقبات، يحاول فريق سكولر أن يذللها في سبيل أن نكون مجتمعين كما نحن اليوم. جامعة تشيتشين من الجامعات البولندية الحكومية العريقة تنماز بمكانتها العلمية في أوروبا الشرقية، فقد بدأ مشوار سكولر معها في ثاني مؤتمر عام 2020، لكن واجهنا تحدي الإغلاق نتيجة انتشار الكوفيد مما حال دون انعقاد المؤتمر، إلا أن بمجرد الانفراج في الوضع آنذاك استعدنا المؤتمر لينعقد في شتاء عام 2021 في مدينة أنطاليا التركية بمشاركة 55 باحثا من مختلف دول العالم، لكن شروط السفر آنذاك منعت ممثلة الجامعة من الحضور، لكنها التحقت بنا عبر تقنية الأونلاين، وها هي دكتورة ناتاليا معنا اليوم لنعقد المؤتمر لوجودها معنا لتستمر رحلة العطاء العلمي والتعاون البناء بين سكولر وجامعة تشيتشين. فضلا عن ذلك نثمن للباحثين وصولكم وتجشمكم على السفر لتكونوا بيننا زملاء أعزاء، نتبادل الأفكار ونتلاقح الرؤى للوصول إلى غايات علمية فذة. فعمل فريق سكولر المنتشر في مختلف دول العالم على التواصل لتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللوجستية والعلمية للباحثين جميعا عبر تدقيق وتنسيق وترتيب وجمع الملخصات لعرضها لكم في كتاب ينشر فيه عصارة أبحاثكم وجهودكم، ناهيك عن استقبال الأبحاث كاملة تخضع بها لعملية تدقيق وتحكيم رصين وفقا للمعايير الأكاديمية المعروفة من لدن أساتذة متخصصين من حملة الألقاب العلمية، لينثروا لكم هدايا ملاحظاتهم ويجعلوا منها مراجعا لزملائهم وطلبتهم من الدراسات العليا والأولية. بعد نشرها كاملة في كتاب وقائع المؤتمر أو إحدى المجلات المحكمة الساندة التابعة لجامعات حكومية، وإظهارها بحلة جميلة كونها عصارة جهودكم العلمية، لنطلقها عبر الأثير الإلكتروني لتزين موقعنا الإلكتروني والمواقع العلمية الأخرى. لذا أتقدم باسمكم جميعا بالشكر الجزيل للدكتورة ناتاليا لتجشمها على السفر وتواجدها معنا، والشكر موصول لكلية الإدارة والأعمال في جامعة تشيتشين لرعايتهم مؤتمرنا هذا. ونتقدم لكلية بلاد الرافدين الجامع الراعي المستمر والشريك الدائم بخالص الشكر والعرفان لتعاونها المستمر والدائم، ولا ننسى كلية الأداء في جامعة سامراء العريقة على تواصلهم ودعمهم ورعايتهم لمؤتمرنا.
وما تزال سكولار فاتحة ذراعها لكل الجامعات للتعاون البناء والمثمر، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لتقديم كل ما من شأنه أن يرفع العلم والعلماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.